بعد فترة التأسيس والانتشار لإلك ضمن سوريا والوطن العربي كمان من أعمال من مجموعة أعمال سورية ناجحة، جتك خطوة تانية يلي هي معرفتك بالمنتج الصديق حبيبنا الأستاذ جمال. مين عرفك على الأستاذ جمال؟ أنت. أكثر سؤال ضحكني بالإعداد إنه مين عرفك على جمال سنة؟ أنا. طريق الصدفة، احكي لنا هاتي لشو يعني لما فعلا طريق الصدفة دعيتيني على عشاء بمطعم وقلتي لي هون ببيروت مجموعة أصدقاء لإلي موجودين وحبيتك تكوني وهيك، فأنا رحت وتعرفت على جمال. يعني أنا السبب أكيد. قديشك مدينة لإلي؟ كثير. الله يخليكم لبعض. كثير ميرسي يا حبيبي. طيب زواجك عمل لك نقلة، حتى هي جمال هون وانت قمرة جنبه حبيبة قلبي. ميرسي يا حبيبي. قديش عمل لك نقلة زواجك منه كمنتج وفتح لك ابواب حققتي احلام منها؟ هذا شيء اكيد، بس لو لم تكوني تستحقي اكيد مكان هي. شو اول عمل كان من انتاج جمال؟ بدي خبرك شغلي، انا اول مرة بقولها. أنا أول ما تزوجت وقفت 7 سنين تمثيل. كنت وصلت لمرحلة كتير منيحة، وقفت مرحلة إنجاب وولد وتربية عائلة. تعرفي قد ايه بتاخد وقت؟ 7 سنين. بس قررت أرجع، خلص حسيت إنه كبروا الأولاد شوي، صار وقت إني أرجع. بلشت أحس إني في شيء ناقصني. حققت أمومتي بس في شيء باراليل أكيد ما بيوازيه ناقصني كتير، يلي هو إني أرجع للتمثيل. تمام. رح أقول لأول مرة جمال ما كتير كان مع الفكرة. جمال أصلاً تعرف علي ما بيعرف إني ممثلة، عايش بأمريكا. ولا مرة شايفني على التلفزيون. ما كان كتير مع الفكرة، فحسيت أنا ضايقني الموضوع. شوي شوي بالاتفاق معه رجعت أنا أفوت بالدراما وبالتمثيل، وفات هو على الإنتاج. أكيد طبعاً له فضل، لأنه لما تكوني أنت قادرة تحقق الشيء اللي بتحبيه، الرؤية يلي انت بتشوفيها، وشخص يسهل لك كل الطريق قدامك، فهيدا شيء كتير بضيف عليك. شرط انه يكون عندك الاساس يلي هو قلنا دراستي والسنين اللي مثلتها قبل. انا